أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل ذنوبا فيما يتعلق بالأعراض ولكنها دون الفاحشة، فهل يذهب إلى من فعل ذلك معه ويطلب منه السماح؟ وإذا كان يستحي أو لا يعلم أين ذهب فماذا يفعل؟ نعم، إذا كان ارتابهم أو لمهم أو سخر منهم أو تكلم في حقهم، فإنه إذا أمكن أنه يطلب منهم المسامحة يجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يستغفر لهم ويثني عليهم ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.